ومباشرة بعد الإعلان عن قرار التخفيض لكبار منتجي النفط، قفزت أسعار البترول في بداية التعاملات اليوم بأكثر من 6%، وبلغ إجمالي حجم الخفض الطوعي من جانب الدول المعلنة نحو 1,650,000 برميل يوميا، تضاف إلى 2 مليون برميل التي تم الاتفاق عليها في 5 أكتوبر الفائت. وقررت الجزائر تخفيض حصتها ب 48,000 برميل يوميا إلى جانب السعودية، الإمارات، العراق، الكويت وروسيا التي خفضت حصتها ب 500,000 برميل يوميا.